حضرتك ان احنا طرف في هذا الامر. الدكتور بشار مراد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. قلوبنا معاكو، ايه الوضع دلوقتي؟ احنا فهمنا انه جالكو تحذير ان انتوا لازم تفضوا مستشفى القدس، وعرفنا انه تم استهداف المستشفى اكتر من مرة. لا، هو تم استهداف محيط المستشفى بالفعل، يعني تم تلقي عدة اتصالات من الاحتلال طلب منا اخلاء المستشفى بصورة عاجلة، ولكن نحن طبعا بسبب اكتظاظ المواطنين داخل المستشفى، نتحدث عن اكثر من 13,000 مواطن موجودين داخل المستشفى، التجأوا الى هذا المكان بصفته مكان نحمي طبعا، بالاضافه الى المرضى والطواقم الطبيه وبالاخص معهد العنايه المركز الذين هم على اجهزه التنفس الصناعي. نحن رفضنا الخروج وقمنا بالتواصل مع اللجنه الدوليه للصليب الاحمر لتوفير الحمايه لهذا العدد الكبير من المواطنين والمرضى والطواقم الطبيه. دكتور بشار، احنا عرفنا ان ليلة الامس كانت من الليالي السيئة جدا، ماذا حدث؟ يعني كل يوم تقريبا هناك استهدافات بقنابل شديدة الانفجار في محيط مستشفى القدس، ادت الى اضرار في المستشفى في الداخل، في غرف العمليات، الى العناية المركزة. هذه الانفجارات طبعا ناتجة عن استهداف ارهابي من عدة طبقات يتم تدميرها وتدمير المنطقة بالكامل. الآن نتحدث عن مخازن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي تضررت، والآن يعني أصبح الوصول إلى المخزون الأدوية والمستلزمات الطبية صعب جدا، بسبب أن جميع النواتج أو أبواب هذه المخازن قد أغلقت نتيجة الانفجار الهائل الذي حدث بالقرب من مستشفى القدس، بالإضافة إلى الاستهدافات في محيط المستشفى، طبعا عشرات بل مئات الاستهدافات بقنابل شديدة الانفجار كما ذكرت، تم تدمير. طيب هل هم حطوا لكم وقت معين ضروري ان انتوا تخلوا فيه المستشفى قبل ان يتم القصف؟ اللي احنا نخاف انه يحدث نفس اللي حصل لمستشفى المعمداني. الدكتور بشار، يعني طبعا الاتصالات هناك صعبة جدا، يعني أنا بس عايز أسأل سؤال. لما تقول لحد فضي المستشفى بيقولك أنا عندي 13,000 حالة، هيوديهم فين؟ هيوديهم فين؟